اكيد احداث الفرق لازم يكون من مدافع، لازم يكون من قلب هجوم، كل شيء ممكن. معناها شيء ممكن في الكره يعني، هذه معروفه، ينجم يكون مدافع، ينجم يكون مهاجم، هذاك السياسه، هذيك الكره. الخصال نتاع النادي الافريقي والترجي توا شنو الجديد في التركيبه هذه نتاع الفريقين؟ الفريقين والله كما قلت لك، توا الترجي، عنده الاسبقيه للافريقي، على افريقيا عنده الاسبقيه من ناحيه التشكيله، ملاعبيه اللي عندهم الخبره الكامله الكافيه اللي يمشي، والترتيب نتاعو يخليه يلعب مرتاح، وزيد الترجي قاعد تو يمشي، ويتحسن، يمشي يحب يقول. صعيب ياسر، هذه الكوره ما عرفش واحد، صعيب ياسر الترجي باش ينهزم في المقابله هذه، كما زعما وندخل اللي ان شاء الله تتعدى مباراه باهيه، واللي يكون حاضر خير من صاحبه هو اللي بشي، يتصرف، هو اللي بشي. وحنا طالبين كان الكره الباهيه، نحبوا نتفرجوا في الكره الباهيه، نحبوا والروح الرياضيه. على كل شكر ليك عم مجيد. صور تاتينا ملعب 7 نوفمبر بيرادس، والفريقين يتاهبان للدخول الى عشب ملعب 7 نوفمبر بيرادس، وطاقم تحكيم الماني منتظر لهذه المباراه رقم 100 بين الفريقين، واللي ما تستعرفش بالطبع بالترتيب الحالي للفريقين، ديما معطيات خاصه في لقاءات الاجوار، واكثر تفاصيل مباشره مع حسني الزغدودي ونوفل البشي ومتابعه طيبه على الفضائيه تونس 7 للشوط الاول من لقاء الاجوار بين الترجي والنادي الافريقي. شكرا، اهلا بكم في هذه الامسيه الكرويه من ملعب المدينه الرياضيه 7 نوفمبر بيرادس. كما اذا تقدم بالذكر عبد الرحمن في استوديو التحليل، مباراه الاجوار بين النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي هذا اليوم في رادس الافريقي هو اللي يستضيف الترجي الرياضي، والدخله كانت جميله بامضاء جماهير الفريقين، الحقيقه ظاهره جديده تتمثل في انجاز عمل كوريغرافي خاص بهذا اللقاء ما يسمى بالدخله. إذا لكل بطولة محترمة حوار أجوار أو ديربي، ولكل ديربي معنى وتاريخ، حافل بلقاءات الترجي والنادي الإفريقي. طاقم تحكيم ألماني سيدير هذا اللقاء، القدوة السيد ميكائيل فينر كما كان الشأن في إياب الموسم الماضي. تبادل التحية من عناصر الفريقين. بالنسبه للافريقي عوده نسعه نورتاني واقحام نبيل المساوي كاساسي في التشكيله مقارنه بلقاء الملعب التونسي منذ اسبوع. بالنسبه للترجي تغيير وحيد، سهيل بن راضيه على الدفاع يترك مكانه لوليد يكن اللي يرجع للتشكيله الاساسيه. أشرنا إذن على غرار العادة التي تدعمت في السنوات الأخيرة، دربي على الملعب بين زوج فرق، وكذلك دربي على المدارج بين الجماهير. والمشاهدين الكرام تابعوا منذ قليل على الفضائية تونس 7 هذا الحفل الكروي من المدرجات، هو 7 مباراة أجوار في رادس. أول لقاء كان في مارس 2002، مراد المالكي قائد الترجي، وتبادل التحية مع علي بومنيجل كابتن النادي الإفريقي، وكذلك طاقم التحكيم مع السيد ميكائيل فينر الألماني، هناك جيدو فينكمان وترشتن شيفنر، الحكم الرابع هو قاسم بن ناصر، والمراقب السيد عبد الرزاق الزديري. هذا باش نكونوا كاملين في تقديم المباراة وتذكير بالتشكيلتين. بالنسبة للترجي الذي تونسي، في المرمى حمدي القسراوي رقم 22، في الدفاع على اليمين وليد يكن 14، وامامكم تشكيلة الترجي، على اليسار زياد البحيدي رقم 10، في المحور حنين خالد بدره و6 عربي جابر،
المحافظة على رباعي خط الوسط، 11 مراد المالكي، 23 كمال زعيم، 30 سيفان المحجوبي، و25 الكاميروني فرانكو ليفي. في الهجوم هناك رقم 15 البرازيلي ماركوس دوس سانتوس، ورقم 24 أمير الطيف، معروف أنه يدرب الفريق خالد بن يحيى على السور، ليس في حاجة إلى تقديم. الاحتياطيون عبد الرؤوف الراتوري، أحمد بن يحيى، النيجيري ميكائيل إيني رامو، وليد التايب، سهيل بن راضية، حمدي جبنون، ورمزي بن يوس. بالنسبة للنادي الإفريقي، علي بومنيجي في المرمى، في الدفاع خالد السويسي، محمد علي الغرزول، بيير نيانكا، أنيس العمري، في خط الوسط أشرف الخلفاوي، لسعد الورتاني، باب توري وأسامة سلامي، وفي الهجوم نبيل المساوي وماهر عامر. وبعد حين ديربي مدينة تونس رقم 100 ينطلق فعلا بإذن من السيد ميكائيل فاينر. إذن ضربة البداية لمباراة النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي، ضربة البداية كانت للنادي الإفريقي، بينما الكرة مخالفة للترجي من زياد البحايري. وليد يكن يرجع ياخو مكانه في تشكيلة الترجي بعد ما كان متغيب عن مباراة الجولة الماضية ضد المستقبل الذي بالمرسى. أشرف الخلفاوي إلى الوراء، خالد السويسي، خالد السويسي مرفوعة طويلة، ماهر عامر قبله، خالد بدرة، ترجع الكرة في مناطق الإفريقي، رمي التماس للنادي الإفريقي، تنفذ التماس في اتجاه أشرف الخلفاوي، وتدخل العربي جابر، وضربة مخالفة للنادي الإفريقي يعلن عليها حكم المباراة الألماني ميكائيل فاينا. ضربة مخالفة للنادي الإفريقي، مش يتولى تنفيذها أسامة السلامي بعد تدخل العربي جابر. أسامة السلامي يخلي الكرة في تنفيذ المخالفة، سيكون محمد علي الغرزول تنفذ، ترجع نبيل المساوي، نبيل المساوي يلعب مع أشرف الخلفاوي، أشرف الخلفاوي يعود من الطيف، ورمي التماس للنادي الإفريقي، رمي التماس للنادي الإفريقي، شيتولا تنفيذها، خالد السويسي يلعب الكرة مع أشرف الخلفاوي، متابع من العربي جابر، أشرف الخلفاوي ينضم سيفان المحشوبي، يمر أشرف الخلفاوي، التوزيع، وتمر الكرة فوق المهاجم ماهر عامر، وكذلك خالد بدرة ضايعة، ضربة مرمى للترجي. هذه الإعادة، مرور أشرف الخرفاوي بين العربي جابر وسيف الله المحجوبي، التوزيع وكرته جانبية، تنفذ ضربة المرمى من حمدي القسراوي، مراد المالكي قبل أنيس العمري، ترجع الكرة للترجي، فرانكو ليفي أمامه بابتوري، يعمل مراوغة مقطوعة من الأسعد الورتاني، سيف الله المحجوبي الكمال زعيم حب يلعب قصيرة مع سيف الله المحجوبي، مقطوعة بابتوري طويلة في المحور، ماهر عامر، والتغطية من خالد بدرة، وليد يكن قصيرة، كمال زعيم في المحور، العربي جابر، خالد بدرة، خالد بدرة يرفع الكرة، فرانك أوليفي، زياد البحايري، والضغط من نبيل المساوي، زياد البحايري، زياد البحايري يرفع كرة في اتجاه أمين الطيف، يظهر المدافع أمين الطيف، والحكم يقول ثم مخالفة ضد مهاجم الترجي أمين الطيف. تقريبا بعد مرور 3 دقائق منذ انطلاق المباراة، هذه إعادة، ثم لمس يد من أمين الطيف بعد مرور 3 دقائق، التعادل دون أهداف بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي. كرة لحمدي القسراوي يضع مباشرة في التماس، حمدي القسراوي حارس المنتخب على الصورة، أساسي على غرار مباراة مستقبل المرسى، وجون جاك تيزيي خارج القائمة هذا اليوم. هذا يمكن المدرب خالد بن يحيى من تواجد النيجيري ميكائيل على دكة الاحتياط. نعرف حسب قوانين البطولة جائز تشريك 3 لاعبين أجانب فقط على الورقة الرسمية. هناك فرانك أوليفي وماركوس دو سانتوس أساسيين، والأجنبي الثالث بإمكان خالد بن يحيى
التعويض عليه هو ميكايدا النيجيري على دكة الاحتياط. رمي تمس من خالد السويسي طويلة ورأسية خالد بدر، ثم باب توري حط على ساقه اليسار وترجع من خالد بدر من جديد. أكيد ثنائيات مهمة في هذا اللقاء. التصويبة من أسامة سلامي ترتطم بوليد يكن وتمشي ركنية. الحوارات المباشرة في وسط الميدان لها وزن في مثل هذه المباريات اللي معروف أنها تتعب على جزئيات صغيرة. مش يقولها تنفيذ أسامة السلامي اختصاص الكرة الثابتة في أفريقيا. يتقدم باب توري أشرف الخلفاوي كذلك، ايضا محمد علي الغرزول. تتلفت من اسامه السلامي والراسيه لكن 6 امتار. صعود اشرف الخلفاوي وراسيته مرت جانبيه. 6 امتار للترجي الرياضي التونسي. قلت هناك فرانك اوليفيي وماركوس بالنسبه لاجانب الترجي. في الافريقي فما بيير نيانكا اللي يبعد الكره الاخيره. فرانك اوليفيي حاول يلعب مع وليد يكن ومقطوع. ثم تدخل قوي من عربي جابر في الدائره المركزيه لخط الوسط. يبدو لي السيد ميكائيل فاينر باش ينبه على عربي جابر. في الترجي فما 3 لاعبين عندهم 2 ورقات صفراء وبالتالي بطاقه هذا اليوم تحرمهم من المشاركه في لقاء الجولة القادمة. بدرة والتيفي واللاعب الثالث هو على البنك وليد التاي. نصحت الورداني في تنفيذ المخالفة. يلعب مع أشرف الخلفاوي هناك تغطية من سفن المحجوب. كمال سعيد يطلب الكرة في الرواق مراد المالكي ولا التغطية من أنيس العمري. تجاوزنا الدقيقة 6 في هذا الشوط الأول ودائما التعادل السلبي 0-0. رمية تماس للترجي تنفذ من وليد يكن. ماركوس توصل سيف الله المحجوبي قصيرة فرانك اوليفي وعودة باب توري. كرة ضايعة. رمية تماس للترجي. تدخل باب توري بينما أمامنا عصورة ظهير الأيسر أنيس العمري. رمي التماس للترجي. وليد يكن هو اللي باش يتولى تنفيذ التماس. وليد يكن يلعب التماس لكن مقطوعة من أسامة السلامي. طويلة في اتجاه ماهر عامر يلمس الكرة قبل العربي جابر في التغطية. خالد بدرة أمين الطيف وموجود أنيس العمري قبل مراد المالكي. تماس من جديد للترجي. رمي التماس للترجي في مناطق النادي الافريقي. صعود وليد يكن لتنفيذ رمية التماس. وليد يكن يلعب مع فرانك اوليفي. توصل كرة كمال زعيم لكن قبله الاسعد الورتاني في التغطية. الاسعد الورتاني يخرج الكرة من مناطق الافريقي. العربي جابر قبل ماهر عامر يخوها اسامة السلامي. اسامة السلامي تغيير اللعب في اتجاه نبيل المساوي وخالد بدرة قبله بالراس في اتجاه حارس مرمى حمدي القصراوي. خالد بدرة. خالد بدرة. كرة طويلة. ماركوس متابع من محمد علي الغرزول بالراس اللي علي بومنيجي. فترة جس النبض تتواصل إلى 8 دقائق كاملة في حوار النادي الإفريقي والترجي. بيير نيانكا محمد علي الغرزول. ضغط من ماركوس ترجع للغرزول. لاسعد الورتاني توصل لانيس العمري. ثم السلام يطلب الكره في الرواق. توصل اسامه السلام. اسامه السلام امام وليد يكن التوزيع وتعود من خالد بدره. ما زال الضغط للافريقي وانيس العمري. كره ضايعه. ضربه مرمى للترجي. صعود الظهير انيس العمري. تسديدته كانت بعيدة ضايعة. هاي الإعادة توزيع من السلامي وتعود من خالد بدرة. حمدي القصراوي هو اللي مشيت ولا تنفيذ ضربة المرمى. ترجع من باب توري.
أشرف الخلفاوي قبله كمال زعيم في اتجاه وليد يكن. وليد يكن ليمين الطيف، أمين الطيف يرفع كرة في اتجاه مراد المالكي، متابعة من أنيس العمري. مراد المالكي ثم كمال زعيم توصل الكرة، كمال زعيم التوزيع، أمين الطيف تعود من باب توري مرة أولى، ثم نبيل المساوي، نبيل المساوي مراوغة أولى وتدخل زياد البحيري، والحكم يقول ضربة مخالفة للترجي الرياضي التونسي. قريب جدا الحكم الألماني ميكائيل فاينا دولي منذ سنة 2002 هذه الإعادة للتدخل الأخير بين زياد البحيري ونبيل المساوي. يستأنف اللعب وليد يكن في اتجاه ماركوس كسيرة لكن مقطوعة من الورداني، ثم محمد علي الغرزول كرة طويلة ماهر عامر والعربي شابر، لكن ثم مخالفة قبل في مناطق الإفريقي، ثم حوار بين الحكم والمدافع بيير نيانكا يتحصل على مخالفة في دفاع النادي الإفريقي. ثاني حكم ألماني في الرابطة المحترفة الأولى بعد الحكم هلموت فليشر اللي كان أدار مباراة الخميس الماضي حسني في ملعب الطيب الميري بين النادي الرياضي صفاقسي والنجم الرياضي الساحلي. كانت كذلك قمة في الجنوب في صفاقس، والطاقم الألماني كان حكم اللقاء هذا اللي فاز 0-0. قلنا بالتوازي في مطلع هذا النقل في تقديم الدربي، السيد شتارك أدار إياب الموسم الماضي وهو ألمانيا الجنسية كذلك، وطويلة تمشي لعلي بومنيجي الإطار. أذكر الجولة السابعة إياب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، جولة كانت انطلقت يوم أمس من خلال نصوص مباريات. التعادل بين الملعب التونسي ونادي حمام نلف 1-1، وفوز مستقبل المرسى على نجم حلقة وادي الكرم 1-0. أنيس العمري باليسار لأسامة السلامي، 1-2 من جديد أسامة السلامي التوزيع، وهناك الركنية للنادي الإفريقي، اعتماد المدرب بيرتران مارشان على الرواق الأيسر. الانطلاقات السريعة بالنسبة لأنيس العمري رقم 7 ظهير الأيسر، ومعه أسامة السلامي لنفذ الركنية الأخيرة. أنيس العمري باليسار، هناك باب توري مع سيفان المحجوبي، يسقط سيفان المحجوبي وترجع من بيير نيانكا، ثم نبيل المساوي، مقاسية من زياد البحيري، وأمين الطيف في حوار مع خالد السويسي. محمد علي الغرزول، محمد علي الغرزول يرجع لعلي بومنيجي. كانت كرة فيها خطورة لأنه هناك ضغط من هجوم الترجي. عربي جابر، ثم كالعادة الحوارات بين بيير نيانكا وماركوس دو سانتوس. هذا هو ماركوس دو سانتوس المهاجم البرازيلي، ثالث أفضل هداف في الترجي بعد الطيف وفرانكو ليفي، سجل 4 مرات ماركوس دو سانتوس في البطولة هذا الموسم. على الكرة كمال سعيد يمشي لليمين، وليد يكن التوزيع، هناك تغطية من أسامة سلامي. أغلب عناصر الإفريقي ترجع للمعارضة في الدفاع. طويلة من الطيف، فما باب توري أمن التغطية، يأتي من الوراء للتصويب، سيفان المحجوبي وعادت كرة سيفان المحجوبي. من جديد وليد يكن، فما ضغط من أشرف الخلفاوي، وليد يكن تتقص لسعد الورداني اللي قلنا يسترجع مكانه كأساسي بعد ما كان معاقب. أمين الطيف يسقط، والسيد فاينر يأخذ بالمواصلة قبل ما يصفر مخالفة. في المرة الأولى كان أتاح الفرصة للترجي قبل العودة للخطأ. خالد السويسي من بين 5 لاعبين يلعبوا أول دربي في الإفريقي، كما ماهر عامر، أنيس العمري، محمد علي غرزول، وبيير نيانكا، زياد البحير، وطويلة بيير نيانكا
سحب الرأسية الأخير المالكي يرجع لوليد يكن اعتماد اللعب المباشر لفرانكو ليفي ثم ماركوس. هناك كثافة في الدفاع الإفريقي وتتقسم من أشرف الخلفاوي يهز راسه يحاول يلعب مع السلامي وموجود في التغطية كمال زعيم. كمال زعيم من جديد قبله فما السلامي هذا هو كمال زعيم كان خلف مباراة الذهاب باعتبار الإصابة وحتى مقارنة بمباراة الذهاب اللي دارت في 25 سبتمبر الماضي هناك عدة تغييرات بخصوص بالنسبة للإفريقي باعتبار مغادرة درامان تراوري كذلك انقطاع السليتي على اللعب تعود من أسامة سلامي ثم بيير نيانكا يضع في التمس ودائما 0-0 دائما في انتظار الأهداف هذا الدربي رقم 100 لو رمية تماس للترجي وليد يكن هو اللي مشي يتولى التنفيذ وليد يكن ثم مراد المالكي يطلب الكرة داخل تغطية الجزاء ما ثم حد ثم تغطية من باب توري طويلة ماهر عامر في ظهر دفاع الترجي يخرج حمدي القصراوي ياخو كورتو خالد بدرة عربي جابر كمال زعيم ثم الضغط العالي من لاعبين النادي الافريقي في كل مره لاعب من الترجي ياخذ الكره الا ويلقى امامه زوز لاعبين او ثلاثه من عناصر النادي الافريقي في وسط الميدان فرانكو ليفي ثم طلب كره من ماركوس حاب يلعب واحد اثنين مع امين الطيف توصلوا الكره امين الطيف متابعه من خالد سويس يلعب مع فرانكو ليفي مقطوعه من اسعد الورتين سيفل المحجوبي وضربه مخالفه ضد اشرف الخلفاوي أمامنا سيفل المحجوبي وإعادة للمخالفة الحكم الألماني ميكائيل فاينا يطلب إعادة تنفيذ المخالفة للترجي خالد بدرة هو اللي بشي يتولى التنفيذ كرة طويلة من الطيف قبله خالد السويسي وضربة مخالفة من جديد للترجي الرياضي التونسي بعد تدخل خالد السويسي مع هداف البطوله او هداف الرابطه المحترفه الاولى الى حد الان امين الطيف زياد البحيري هو اللي مشيت ولا تنفيذ ضربه المخالفه للترجي امامه كل من خالد السويسي او ماهر عامر ونبيل الميساوي عودة ماهر عامر زياد البحايل يرفع كرة في اتجاه العربي جابر والتدخل من محمد علي الغرزول رمي التماس للترجي وليد يكن هو اللي مشي يتولى التنفيذ تنفذ رمية التماس طويلة ماركوس تمر الكرة الترويض من أمين الطيف وتدخل بيير نيانكا ثم أشرف الخلفاوي في استقبال الكرة خالد بدرة والتغطية من خالد السويسي خو فرانكو ليفي ثم ماركوس فرانكو ليفي حافظ على كورتو بزوز لاعبين وتدخل لأسعد الورتاني مرة أولى ما ثماش مخالفة فرانكو ليفي يلعب مع مراد المالكي مقطوعة هذه المرة من لأسعد الورتاني ثم باب توري كرة طويلة في اتجاه ماهر عامر يا خوها كمال زعيم يرجع الحارس مرميه حمدي القصراوي ترجع كما جات من حمدي القصراوي ومتابعه من اسامه السلامي يخلي الكره في التماس الى حد الان انحصار اللعب في وسط الميدان حوار تكتيكي اكيد حسني بين المدرب خالد بن يحيى ومدرب الافريقي برترون مارشون الى حدود 18 دقيقه ما شاهدنا حتى فرصة سانحة للتسجيل الفريقين هناك خوف من قبول الأهداف خوف من الهزيمة ومن جديد تكرر المخالفات في وسط الميدان
دائما من اجل كسب الحوارات بين اللاعبين. سقوط ماركوس دوس سانتوس وستعود للترجي. الترجي في سلسله نتاع ثلاث انتصارات متتاليه اذكر في البطوله، ثلاث مقابلات اخيره سجل خلالها 8 اهداف. في المقابل الافريقي يريد القطع مع سلسله التعادلات بما انه سجل 4 تعادلات متتاليه في الجولات الاربعه الاخيره. رميه جانبيه للنادي الافريقي باش يرجعها خالد السويسي من بين اللاعبين اللي تم انتدابهم في السوق الاخيره في الميركاتو نتاع الشتاء على غرار الرئيس العمري. كذلك نيانكا في المجموعة 6 لاعبين جدد في الفريق بما فيهم اللي رجعوا كما أشرف الخلفاوي. أسامة السلامي على اليسار التوزيعة في القائم الأول ويتفطن عربي جابر ثم وليد ياكل يبعد الخطر. نقترب من انتصاف الفترة الأولى. أشرف الخلفاوي يحط على ساقه اليمين يحافظ على كورته ثم أسامة سلامي التصويبة بالساقة اليمنى هذه المرة. ثم الميساوي رأسية ذكية لباب توري يرفع إلى القائمة الثانية. هناك ماهر عامر يحافظ على كورته يبحث عن التسديد وأمامه سفان المحجوب. أنيس العمري لسعد الورتاني من جديد أنيس العمري في العمق لنبيل الميساوي وأسبق منه هناك حمدي القسراوي بسرعة. الانتقال من الوضعية الدفاعية إلى الهجوم من زياد البحيري يبحث عن ماركوس. هناك بيير نيانكا الكامروني ثم أسامة السلامي ضغط من وليد ياكن يصعد عالي جدا على الجهة اليمنى وليد ياكن لممارسة الضغط وبالتالي التقليص من خطورة أنيس العمري. تنفيذ الستة أمتار من علي بومنيجا لبيير نيانكا لعب بطولات إفريقية كذلك لعب بطولة عالم مع الكاميرون رقم 28 بيير نيانكا. كمال سعيد ورمية جانبية من جديد للترجي أكيد على مستوى النسق. الديربي إلى حد الآن لم يرتقي لمستوى عالي وعالي جدا وهذا أمر مفهوم كما قال زميلنا نوفل منذ قليل. هناك مخاوف من الفريقين. كرة ذكية لأشرف الخلفاوي وهناك مخالفة ضد سيفل المحجوبي حسب تقدير السيد ميكائيل فاينر حكم الساحة الألماني اللي يفسر في الخطأ لسيفل المحجوبي. العرض البطيء كان يرفع الرجل واليمنى ما يعبر عنه بلعب خطير في قانون كرة القدم وعملية مشفوعة بمخالفة للإفريقي تقريبا 30 متر عن مرمى حمدي القسراوي. هناك على الكرة أسامة السلامي وكذلك أشرف الخلفاوي ونبيل الميساوي ويتكون الجدار بالنسبة للترجي. فيه 4 لاعبين نعرف كل فريق خلال تحضيرات الأسبوع أولى أهمية للكرات الثابتة. أسامة سلامي يتقدم التنفيذ وتمر جانبية. أول فرصة سانحة في المباراة، أول فرصة تستحق الذكر جاءت في الدقيقة 23 والعرض البطيء. كرة أسامة سلامي مرت جانبية عن مرمى حمدي القسراوي. تبقى النتيجة 0-0 بين الإفريقي وترجي في هذه الجولة 7 أيام لبطولة الرابطة المحترفة الأولى.
ترجع الكرة للترجي من زياد البحيري في اتجاه وليد يكن. مراد المالكي والضغط من أنيس العامري، ترجع الكرة من جديد للنادي الإفريقي لأسعد الورتاني. أنيس العامري ومراد المالكي في استدام عفوي تعرض إلى إصابة، هاي الإعادة استدام عفوي مع أسامة السلامي، وزوز لاعبين يبقوا على أرضية الميدان. إلى حد الآن انتظرنا 23 دقيقة كاملة باش شاهدنا أول فرصة في المباراة، كانت مخالفة مباشرة من أسامة السلامي. كرة أكيد ستعود بعملية إسقاط من الحكم الألماني ميكائيل فاينا. مراد المالكي يستعد للعودة، وأمامنا مدرب النادي الإفريقي برتران مارشان. أكيد كما ذكرنا منذ بداية هذا النقل، الحوار التكتيكي سيكون كبير جدا بين مدرب الترجي خالد بن يحيى في هذه المباراة. كرة ستعود برمي التماس للنادي الإفريقي. أنيس العمري، كرة طويلة في اتجاه ماهر عامر، متابع من عربي جابر، وضربة مخالفة للنادي الإفريقي. حوار بين مدافع الترجي العربي جابر والمهاجم الشاب في تشكيلة النادي الإفريقي ماهر عامر. أنيس العامري ينفذ ضربة المخالفة طويلة، أشرف الخلفاوي متابع من صيفال المحشوب. أشرف الخلفاوي يعمل مراوغة، مازال يحافظ على كورته. الخلفاوي أمامه كمال زعيم يبحث على المساند. أشرف الخلفاوي يوزع، وثم في التغطية وليد يكن. صيفال المحجوب ويلا في اتجاه ماركوس، حاب يمر مراد المالكي، والتغطية من بيير نيانكا. بيير نيانكا يا خو كمال زعيم، كمال زعيم يعمل مراوغة من الطيف، يخلي الأسبقية. الحكم لا يقول ضربة مخالفة ولا، خلى الأسبقية الحكم ميكائيل فاينا، لكن يبدو لي اعلن عن ضربه مخالفه. هذه الاعاده تدخل بيير نيانكا مع كمال زعيم، وهجوم الترجي يتواصل، والحكم يتحول الى الجهه المقابله. يبدو لي اشرف الخلفاوي هو اللي بقى على ارضيه الميدان بعد الهجوم الاخير للنادي الافريقي. بالفعل اشرف الخلفاوي هو اللي تعرض لإصابة في الهجوم الأخير للنادي الإفريقي. هاي الإعادة لإصابة أشرف الخلفاوي، كان تدخل من كمال زعيم، والكرة بالفعل الحكم يقول ضربة مخالفة للترجي، ضربة مخالفة للترجي. قبالة مرمى الحارس علي بومنيجل تقريبا 30 متر. ثم كمال زعيم، صيفال المحجوبي، وكذلك وليد يكن. يبقى كمال زعيم، كمال زعيم هو اللي مشيت ولا التنفيذ. جدار دفاع النادي الافريقي مرفوعه من زعيم، والهدف الاول، والهدف الاول من صيفال المحجوبي. كانت مباغته تنفيذ المخالفه من كمال زعيم في القائم الثاني. صيفال المحجوبي في الزاويه 90 تحت يدين الحارس علي بومنيجل، بالراس يفتتح التسجيل للترجي في توقيت 28 دقيقه لعب في هذا الشوط الاول. سيفل المحجوبي، هاي الاعاده كمال زعيم، بيير يانكا تتجاوزوا الكره، وارتماهيه من سيفل المحجوبي. شوف الاعاده كمال زعيم، وسيفل المحجوبي في الزاويه 90 رغم متابعه علي بومنيجم يتمكن من افتتاح التسجيل. تصبح النتيجه هدف لصفر للترجي في توقيت 28 دقيقه لعب. هدف سيفل المحشوبي بعد مخالفة من كمال زعيم. أول هدف في البطولة لسيفل المحشوبي هذا الموسم نوفل.
من بين اللاعبين اللي تم استعمالهم من طرف المدرب خالد بن يحيى. لعب 14 مقابلة، هذه رقم 15 مقابلة متاع ديربي مشفوعة بهدف، أكيد تبقى ذكرى سعيدة للاعبين في كرة القدم. 1-0 للترجي إذن، ونقترب من النصف ساعة، نقترب من النصف ساعة لعب في شوط المباراة الأول. في الحقيقة كانت هناك أهداف في الدربيات الأربعة الأخيرة بين الترجي والإفريقي منذ 2003، يعني تتأكد هذه القاعدة للمرة الخامسة على التوالي. أمين الطيف ويضع في التماس خالد السويسي، زياد البحيري في تنفيذ الرمية الجانبية طويلة لعربي جابر، خالد بدر، فرانكو ليفي، فما ضغط من باب توري ويأتي معاه نبيل الميساوي اللي يعوض كما قلنا محمد أمين العويشاوي. عودة نبيل الميساوي بعد ما كان معاقب منذ أسبوع في لقاء الجولة الماضية ضد الملعب التونسي كما لسعد الهورتاني. على مستوى الخط الأمامي النادي الإفريقي لا يزال في انتظار تأهيل الكاميروني يونتشا، ملف انتداب هذا اللاعب فوق طاولة الاتحاد الدولي، فوق طاولة الفيفا، من أجل الدرس هو الإفريقي خلال فترة انقطاع البطولة. لعب 8 مقابلات ودية وحذر لعودة البطولة بيونتشا والعويشاوي في الهجوم، مرفوعة من زياد البحايري، تعود إمكانية للتصويب من وليد يكن وترجع من نيانكا ثم لسعد الورتاني. شاهدنا في عدة مرات الكرات تعود في المحور أمام الدفاع وهذا يشكل خطورة نوفل بما أنه يعطي إمكانيات للتصويب. بالنسبة للوضعيات الهجومية للترجي طبعا، كرات بيير نيانكا بالخصوص والغرزول ترجع أمام المرمى. في اليسار أنيس العمري مرفوع، رأسية عربي جابر ثم أسامة السلمي من جديد طويلة لحمدي القسراوي. كرة القسراوي تلقى الغرزول ثم أمين الطيف، أمين الطيف يحافظ على كورته، لاعب يتمتع بمهارات أمين الطيف على غرار العملية الأخيرة كان أمامه 3 لاعبين. تتنفذ المخالفة من أنيس العمري، يبحث عن زميله ماهر عامر، وهناك حمدي القسراوي. طويلة من حمدي القسراوي، مرة المالكي يسعد ثم أمين الطيف قبل نيانكا، وفما تدخل من محمد علي الغرزول، ويبدو لي هناك ضربة جزاء، ضربة جزاء، ولو أنه الحكم ميكائيل فاينر مازال ما عمل حتى إشارة، لكن اتجاهه واضح لمنطقة 18 متر على الطريقة الألمانية. ميكائيل فاينر يزفر ضربة جزاء بعد تدخل محمد علي الغرزول على أمين الطيف. عملية ذكرنا لا محالة بالشوط الثاني في لقاء الذهاب يوم 25 سبتمبر، أمين الطيف كان مع يامن مرزكري وجاب ضربة جزاء كذلك نجح في تحويلها. هذا بالنسبة للقاء الذهاب، يتقدم أمين الطيف ويسجل 2-0 للترجي في الدقيقة 33. في ظرف 5 دقائق تقريبا الترجي يسجل مرتين في حوار الأجوار. كما قلت ذهابا الشوط الأول وفاء 0-0 في نفس هذا الملعب، الأهداف جاءت في الشوط الثاني بإمضاء عربي جابر وأمين الطيف، وهذا اليوم مقابلة الإياب تأتي بسيناريو مشابه
ولو أنه كما أشرنا الأهداف جاءت منذ الفترة الأولى وبطاقة صفراء لأمين الطيف اللي باش يكون محروم من لقاء الجولة القادمة أمام نجم حق الود والكرم. قلنا ينطلق هذا اليوم بزوز بطاقات صفراء أمين الطيف كما خالد بدرة. على كل حال هو سجل هدف وأكيد تحقيقه لهذا الهدف باش يناسيه في البطاقة الصفراء. سننتظر رد فعل النادي الإفريقي هذا اليوم في حوار الأجوار. كما قلنا حتى المدرب برتران مارشان كان أكد هذا في تصريح إثر اللقاء الماضي، قال فما 6 لاعبين سنهم أقل من 21 سنة بالنسبة للإفريقي، ودائما حسب المدرب برتران مارشان قال هناك مشروع فريق للمستقبل. قلنا هذا اليوم خالد السويسي، ماهر عامر، أنيس العمري، محمد علي غرزول وبيير نيونكا في أول مباراة أجوار بالنسبة لهم. أكيد كرة للترجي، ماركوس دوس سانتوس. ماركوس يلعب الكرة مع كمال زعيم، تمر والتغطية من محمد علي الغرزول يخلي الحارس مرمي علي بومنيجن. ثم مخالفة تسلل ضد خط هجوم الترجي وضربة مخالفة في التدخل الأخير من كمال زعيم. أنيس العمري أوليفشي تولى التنفيذ، مرفوعة من أنيس العمري، أشرف الخلفاوي قبل سيفل المحجوبي، ثم وليد يكن. وليد يكن زعيم، التغطية من أنيس العمري وتدخل من جديد من كمال زعيم، توصل الكرة لبيير نيانكا والتماس للنادي الإفريقي بعد ما لمست في ماركوس دوس سانتوس. أنيس العمري هو اللي مشي تولى تنفيذ التماس للنادي الإفريقي. ماهر عامر وضربة مخالفة للترجي ضد مهاجم النادي الإفريقي ماهر عامر. وليد يكن في اتجاه العربي جابر. عربي جابر، خالد بدرة، العربي جابر، والضغط من ماهر عامر، ترجع الكرة للحارس حمدي القصراوي. 36 دقيقة لعب في الشوط الأول في مباراة النادي الإفريقي والترجي، والترجي أصبح يتقدم بهدفين لصفر سجلهما سيفل المحجوبي في دقيقة 28 وأمين الطيف في دقيقة 33 إثر ضربة جزاء. خالد بدرة، خالد بدرة، سيفل المحجوبي وضغط من الأسعد الورتاني، يرجع لزياد البحايري، الحارس مرماه حمدي القصراوي، وسيفل المحجوبي على أرضية الميدان بعد تدخل من الأسعد الورتاني. والانذار ضد متوسط ميدان النادي الإفريقي الأسعد الورتاني هو الانذار الثاني ليستعمله الحكم الألماني ميكايل فاينا بعد ما كان أنذر مهاجم الترجي أمين الطيف بعد تسجيله لضربة الجزاء. كرة ثابتة للترجي، خالد بدرة هو اللي مشيت ولا التنفيذ. خالد بدرة باتجاه وليد يكن، مقطوعة من باب توري، ماهر عامر، قبره العربي جابر، ثم كمال زعيم، وليد يكن، ويلا ماركوس، ويدخل بيير نيانكا، ترجع لأسامة السلام، أسامة السلام نبيل المساوي، وضربة مخالفة للنادي الإفريقي، ما يخليش الأسبقية، أعلن عن مخالفة قبل مواصلة اللعب، ضربة مخالفة للنادي الإفريقي. على الكرة أشرف الخلفاوي وأسامة السلامي. ينضم الأسعد الورتاني. ضربة مخالفة للنادي الإفريقي تقريبا على بعد 40 متر من مرمى الحارس حمدي القصراوي. أسامة السلام يرفع كرة ترجع من عربي جابر. يا خوها أسامة السلامي تصطدم كمال زعيم في التغطية محمد علي الغرزول والضغط من فرانك أوليفي، كرة طويلة نبيل المساوي، قبله زياد البحايري، ماركوس وبيير نيانكا وخالد السويسي في المتابعة. رمي التماس للنادي الإفريقي تنفذ من خالد السويسي، باب توري، سيفل المحجوبي قبله، ومخالفة ضد سيفل المحجوبي.
تنفذ من نبيل الميساوي. أشرف الخلفاوي، أشرف الخلفاوي متابعة من سيف المحجوب، خلفاوي وتدخل البحايري دون مخالفة، مقطوعة من زياد البحايري، كرة في اتجاه من الطيف والتماس للنادي الإفريقي. خالد السويسي، كرة طويلة في اتجاه المساوي، قبل البحايري، تستدم بابتوري، يا خو أسامة السلامي، ماهر عامر، والتغطية من وليد يكن، ثم سيف الله المحجوبي، والحكم يقول ضربة مخالفة للترجي. كان تدخل بين بابتوري، يبدو لي سيف الله المحجوبي، بالفعل ماهر عامر وسيف الله المحجوبي، والحكم يقول ضربة مخالفة للترجي. بدينا نقتربوا من الخمس دقائق الأخيرة في الوقت الأصلي لهذا الشوط الأول، والترجي أصبح يتقدم بهدفين لصفر. أمامكم صاحب الهدف الأول سيف الله المحجوبي في دقيقة 28، وأمين الطيف في دقيقة 33 أثر ضربة جزاء. الترجي اللي جدير بالملاحظة سجل أغلب أهدافه في هذه البطولة اللي ما زالوا فيها ست جولات، سجل أغلب أهدافه في الأشواط الأولى. أحسن خط هجوم إلى حد الآن ب 33 هدف، والأرقام تؤكد قرابة 65% من هذه الأهداف في الأشواط الأولى. من أصل 33 هدف الترجي سجل 21 مرة في الأشواط الأولى في مبارياته. مخالفة للأحمر والأصفر للترجي، 5 دقائق عن نهاية الشوط الأول. زيد البحيري عن الكرة أمام المساوي وخالد السويسي، فما 5 لاعبين في منطقة الإفريقي، المالكي كذلك، سانتوس، الطيف طبعا مرفوع على القائمة الثاني ليمين الطيف، وهناك تغطية في توقيت سليم من أنيس العمري الظهير الأيسر على صورة أحرز مع ترجي جرجيس في نفس هذا الميدان على كأس تونس 2005 في مايو الماضي. أمام من؟ أمام الترجي. أنيس العمري من مواليد نوفمبر 79، يرجع الكرة من التماس لأشرف الخلفاوي، قبله فما زعيم ثم صعود باب توري. أشرف الخلفاوي على الكرة يبحث عن المساندة، نبيل الميساوي وكالعادة السيد ميكائيل فاينر ينبه بالمكان الأصلي اللي يلزم منه تنفيذ الضربات الحرة. الإفريقي دائما في بحث عن حلول هجومية، يمشي الماهر عامر وهناك مخالفة بعد دفع من عربي جابر على الصورة، أسامة سلامي في التنفيذ. شاهدنا خطورة فريق بابي جديد على مستوى الكرات الثابتة في لقاء الملعب التونسي، كرة في نفذها أسامة السلامي، ثم فرصة هدف نبيل المساوي، تلمس في ماركوس دو سانتوس، وهناك مطالبة بضربة جزاء من نبيل المساوي. والسيد ميكائيل فاينر كان نسبيا بعيد عن العملية، يأذر بمواصلة اللعب هذا العرض البطيء. أسامة السلامي عرضية تلمس القسراوي، ثم كرة نبيل المساوي يلزم زاوية إضافية في طريقها للمرمى، ترتطم بماركوس دو سانتوس. الفرصة السانحة الثانية اللي في حوزة الإفريقي منذ بداية هذا اللقاء، أكيد عملية تأهيل يونتشا الكامروني باش تعطي دفع للخط الأمامي. ما
بالنسبة للسيد بيرتران مارشان، هذا فرانكو ليفي معاه خالد السويسي. فرانكو ليفي باليمين، ذكية لمراد المالكي. قبله هناك نيانكا، فما لعب خطير ضد مراد المالكي. هفوة للنادي الإفريقي، علي بومليجر طويلة، صعود سفل المحجوبي. كما هو شأن في لقاء الذهاب في سبتمبر، قدم عرض قوي سفل المحجوبي، كذلك هذا اليوم مستميت في المحاصرة في خط الوسط. قاعد الشاهد فيه يراقب في أشرف الخلفاوي بصفة مستمرة، ونقترب رويدا رويدا من نهاية الشوط الأول. يتم إنذار كمال سعيد، وهو اللاعب الثالث في اللقاء إلى حد الآن اللي تحصل على بطاقة صفراء بعد الطيف والورتاني. نبيل المساوي تعود من عربي جيب، ثم طويلة صعود ماركوس مع محمد علي الغرزول. أسامة السلامي يحافظ على كورتو، اعتماد المهارات كالعادة من أسامة السلامي. ثم نبيل المساوي منقولة إلى الجهة اليمنى، تلمس زياد البحايري. فما ضغط من الإفريقي في هذه الفترة، وسقوط فرانكو ليفي. المخالفات متتالية نوفل في كل أماكن الميدان، في الحوارات الموجودة بين أغلب اللاعبين. دخلنا في الوقت البديل، والترجي يتقدم بهدفين لصفر. كرة للنادي الإفريقي، باب توري، باب توري خالد السويسي حاب يلعب مع باب توري، مقطوعة من فرانك أوليفي. كمال زعيم، كمال زعيم يغير اتجاه اللعب لليمين في اتجاه وليد يكن. وليد يكن في المحور العربي جابر إلى حارس مرماه حمدي القصراوي. مرفوعة من القصراوي في وسط الميدان، حوار كبير بين أشرف الخلفاوي وسيف الله المحجوبي في وسط الميدان. فرانك أوليفي، أوليفي يحافظ على كورتو. أوليفي يلعب مع أمين الطايف، قصيرة مع كمال زعيم، التسديد وجانبية. التمهيد لكمال زعيم صاحب التسديد الأخيرة، هذه الإعادة. التمهيد كان من أمين الطايف والتسديد من كمال زعيم. ضايعة ضربة مرمى للنادي الإفريقي، تنفذ من علي بومنيجل، طار من سيف الله المحجوبي. يا خو فرانك أوليفي قبل أشرف الخلفاوي. كمال زعيم، ماركوس، ماركوس وعودة باب توري. ضربة مخالفة للترجي الرياضي التونسي، هذه الإعادة وتدخل من باب توري. تنفذ من خالد بدرة، كرة طويلة في اتجاه أمين الطايف، التغطية من محمد علي الغرزول، يرفع الكرة لكن قبل التماس الحكم الألماني ميكائيل فاينا يعلن عن نهاية الشوط الأول في مباراة النادي الإفريقي والترجي الذي التونسي بتقدم الترجي بهدفين لصفر، سجلهما سيف الله المحجوبي في دقيقة 28 وأمين الطايف في دقيقة 33 إثر ضربة جزاء. نعود لاستوديو التحليلي مع عبد الرحمن العش وننتظر انطلاق الشوط الثاني. ميدان نحكي من بعد على هذه الوضعيه مباشره الى حسني وكذلك نوفل وانطلاق الشوط الثاني من لقاء النادي الافريقي والترجي في ملعب 7 نوفمبر برادس. الكلمه عندكم. اهلا بكم من جديد الى هذا الشوط الثاني. خلينا نتيجه 2-0 لمصلحه الترجي امام النادي الافريقي في ديربي مدينة تونس رقم 100. بعد قليل إشارة انطلاق الشوط الثاني بإذن من السيد ميكائيل فاينر اللي يساعدوه ذكر جيدو فينكمان وتورستون الشيفر وطاقم تحكيم ألماني في هذا اللقاء. لمن التحق بنا الآن لتذكير بتشكيلة الفريقين، الترجي الرياضي التونسي ضيف الإفريقي هذا اليوم. في المرمى حمدي القصراوي رقم 22، في الدفاع وليد يكن، عربي جابر، خالد بدرة وزياد البحايري. ومنذ قليل انطلاق الشوط الثاني، اول امتلاك كره للترجي.
قلنا في الدفاع يكن جابر بدر والبحيري، في خط الوسط كذلك رباعي مراد المالكي، كمال زعيم، صيف الله المحجوبي وفرانكو ليفي، وفي الهجوم ماركوس دوس سانتوس وامين الطيف. المدرب هو خالد بن يحيى. تشكيله النادي الافريقي اللي من المنتظر تشهد بعض التغييرات على الاقل باعتبار النتيجه. تو نرجعوا بعد للحلول الهجوميه المتوفره للسيد برتران مارشال. في المرمى علي بومنيجر، في الدفاع خالد السويسي، محمد عدي الغرزول، بيير نيانكا واليس العمري. في وسط الميدان اشرف الخلفاوي، لسعد الورداني، باب توري واسامه سلامي. ويقود الهجوم ماهر عامر ونبيل الميساوي، ولو انه الميساوي شاهدناه يتاخر نسبيا كخامس لاعب في وسط الميدان على الجهه اليمنى ليترك ماهر عامر بمفرده في الهجوم. المدرب هو السيد برتران مارشال. دقيقه وبعض الثواني منذ انطلاق الفتره الثانيه. انيس العمري ثم اشرف الخلفاوي رأسية ومقطوعة من فرانكو ليفي ومعاه باب توري. كاميروني أمام سنغالي، فرانكو ليفي وباب توري، حوار وسط الميدان. فما الميساوي مع خالد بدر يرفع باليسار، ثم لسعد الورداني، ماهر عامر أخطأ الترويض وتمشي تماس للنادي الافريقي. ينطلق بنزعه هجوميه منذ بدايه الشوط الثاني، فما علاش منهزم 2-0 النادي الافريقي بعد اهداف سيف الله المحجوبي وامين الطيف. هو اللي تغير نوف المقارنه بذهاب هذا الموسم. كره ثابته اولى في سبتمبر الماضي سجل فيها عربي جابر، هذا اليوم سجل اثر كره ثابته المحجوبي. والهدف الثاني ضربة جزاء نجح في تحويلها أمين الطيف، ستعود من أسامة سلامي مرفوعة، وحمد القسراوي يتدخل بنجاح، متفطن حارس الترجي، ثم تصويبة من نبيل الميساوي وضربة ركنية. ركنية للنادي الإفريقي اللي تحصل على زوز ركنيات في الشوط الأول. 7 تصويبات في مجموع الشوط الأول، كذلك 35 مخالفة. هناك اندفاع بدني من الجانبين ومرفوعة من السلامي لحمد القسراوي. عدد المخالفات المرتكبة، الأخطاء في وسط الميدان يؤكد أنه هناك اندفاع من الجانبين. يتواصل الحوار في وسط الميدان. سيف الله المحجوبي، سيف الله المحجوبي يلعب كره مع ماركوس وقبله بيير نيانكا، مرفوعه طويله ماهر عامر، قبله خالد بدره في استقبال الكره اشرف الخلفاوي. اشرف الخلفاوي يخلي الكره نبيل الميساوي، متاخر نسبيا كما ذكر حسني في تشكيله النادي الافريقي. ماهر عامر في بعض الاحيان يلقى روحه بمفرد، وهذا نبيل الميساوي، وتدخل خالد بدرة مرفوعة طويلة في اتجاه ماركوس، قبله بيير يانكا، كمال زعيم، مراد المالكي، مراد المالكي، والضغط من لسعد الورتاني وليد يكن. الورتاني توصل لفرانكو ليفي، واحدة اثنين، تمر الكرة كمال زعيم، مراد المالكي يطلب الكرة في الرواق، التوزيع وابو منيجر في الركنية. التوزيع من كمال زعيم بحث عن المباغتة، ربما هذه الإعادة، كرة تدور مليح بين عناصر الترجي، المالكي يطلب الكرة لكن زعيم يخير التوزيع، وابو منيجل في الركنية هي الأولى للترجي في هذه المباراة. ركنية على يمين الحارس علي ابو منيجل في توقيت 4 دقائق منذ انطلاق الشوط الثاني، والترجي يتقدم 2-0. سيف الله المحجوبي في دقيقة 28، وأمين الطيف في دقيقة 33 من ضربة جزاء في الشوط الأول. المالكي في التنفيذ، العربي جابر، قبله محمد علي الغرزول، ثم أسامة السلامي، حوار بين كمال زعيم، ياخذ الكرة الغرزول، تمر أسامة السلامي، ماهر عامر، متابعة من بدر، يحاول المرور عامر، والتغطية من وليد يكن، توصل لسعد الورتاني، يعود العربي جاب، أمين الطيف، فرانكو ليفي،
مراد المالكي من اليمين لليسار امامه بيير نيانكا، يرجع امين الطايف، ماركوس التمهيد، اوليفي سدد وبعيده عن مرمى بومنيجل. افضل بكثير هذا الشوط الثاني من بدايه المباراه. الافريقي يحاول في الهجوم وزوز تغييرات في نفس الوقت في تشكيله النادي الافريقي. ثم 13 وسام بن يحيى مكان نبيل الميساوي، وسام بن يحيى متوسط ميدان مكان مهاجم، ولو انه كما ذكرنا نبيل الميساوي يلعب متاخر في تشكيله الافريقي. و 21 مهاجم محمد امين العويشاوي مكان باب توري. زوز تغييرات، محمد امين العويشاوي مكان باب توري، وتغييرات للمدرب بيرترون مارشان. اكيد سيبحث على النجاعه بالنسبه لفريقه في هذا الشوط الثاني. في المقابل مدرب الترجي خالد بن يحيى يحافظ على نفس التشكيله اللي بدا بها المباراه. كره في التماس للترجي، وليد ياكنف يرجع الكره للعب. وليد ياكنف طويله، مراد المالكي قبل وانيس العمري، اشرف الخلفاوي وتواصل الحوار مع سيف الله المحجوبي. وليد ياكنف ترجع من بيير نيانكا، سيف الله المحجوبي مره اخرى مع الخلفاوي، وهذه المره ضربه مخالفه للنادي الافريقي. امامنا اشرف الخلفاوي بعد ما كان سيف الله المحجوبي كما ذكر حسني في حوار في مباراة الذهاب مع درامان، يلقى روحه اليوم في حوار مع اشرف الخلفاوي. كرة لأسامة السلامي لأسعد الورتاني، ورتاني أنيس العمري مرفوعة للسلامي، ثم العربي جابر قبل ترجع لأنيس العمري، يسدد أو يوزع، كرة تمشي لمحمد أمين العويشاوي، متابعة من زياد البحيري، ترويض مخطئ ورمية تماس للترجي بعد مرور 7 دقائق في هذا الشوط الثاني. دائما الاسبقيه للترجي بهدفين مقابل صفر. كان اول لمس كره لمحمد امين العويشاوي، القميص 21 اللي اصبح يكون الخط الامامي للافريقي مع ماهر عامر. هذا الهجوم اللي انطلق ضد الملعب التونسي يوم الاحد الماضي، كان سجل ماهر عامر لكن الافريقي انهى متعادل 1-1، اقتسم النقاط بعد هدف طارق الزيادي. ولد المالكي يعود لوليد ياكن، وليد ياكن معاه السلامي، خاطئة منه مقطوعة في دائرة الوسط، وسام بن يحيى الأحرى محمد أمين العويشاوي كان رجع، هذا أسامة السلامي طويلة، وفما حمدي القصراوي. على ذكر وسام بن يحيى ابتعد لفترة طويلة نسبيا عن الميادين، كان تعرض لإصابة في فترة الراحة، هناك حتى الطبيب الفرنسي اللي يتابع في إصابة وسام بن يحيى بالتعاون مع الطاقم الطبي الإفريقي موجود في رادس هذا اليوم، بما أنه وسام بن يحيى كان في فرنسا في مدينة ليون بالتحديد لتلقي العلاج، قلنا وجاء على مستوى الركبة. أسامة السلامي يصعد، وهناك مخالفة ضده في العملية الأخيرة، هذا هو أسامة سلم. رابع ديربي بالنسبة ليه، هو باستثناء خالد عزيز الاحتياطي، باستثناء أشرف الخلفاوي وباب توري اللي ينطلقوا أساسيين هذا اليوم، لعبوا 8 مرات الديربي أشرف وباب، فانه بقيه اللاعبين كما قلنا اول تعامل لهم مع مثل هذه المباريات القويه واللي تتلعب على الصعيد الذهني، على جزئيات بسيطه في المحاصره مثلا، على غرار عمليه الهدف الاول اللي سجله سيف الله المحجوبي، كانت كره ثابته مرفوعه الى القائم الثاني، خطا في المحاصره يساوي هدف. هذا هو واقع لقاية الأجوار. تعود من التماس من خالد السويسي، ثم أشرف الخلفاوي طيبة منه، يلعب لماهر عامر، هناك تغطية من عربي جابر،
وستعود رمية جانبية للإفريقي. يمشي للتنفيذ خالد السويسي بعد مرور 10 دقائق في زمن شوط المباراة الثاني. وسام بن يحيى يحاول يوزع يربح ركني الرابع للإفريقي منذ بداية المباراة. سبع لاعبين من الإفريقي في مناطق الترجي مرفوعة من السلامي. فرصة كانت خطيرة بعد صعود محمد علي غرزول وهناك 6 أمتار. عملية التنفيذ كانت في 6 أمتار أمام مرمى حمدي القسراوي اللي سعد لإرجاع الكرة وتلقى إصابة يبدو لي خفيفة. على صورة حمدي القسراوي اللاعب الوحيد في الترجي اللي باش ينضم هذا المساء إلى المنتخب إلى تربص الحمامات للأعداد لمباراة تونس وسربيا مونتينيغرو. وكذلك شاهدنا علي بومنيجل أيضا اللاعب الوحيد في الإفريقي اللي دولي باش يكون موجود في لقاء المنتخب بداية الأعداد لكأس العالم القادمة. أمين الطيف طيب المراوغة أمين الطيف فرصة هدف ثالث ضاعت على الترجي. يأتي من الوراء كمال زعيم على الصورة ما لقاش المساحة للتصويب. كان عمل تمهيدي طيب من أمين الطيف تجاوز الغرزول يمينية لماركوس دو سانتوس اللي تباتا وكان هناك كمال زعيم في متابعة العملية. البحيري للطيف وتغطية من خالد السويسي هناك كذلك لسعد الورتاني معاه. فما سيف الله المحجوبي باليمين يحاول يلعب مع ماركوس. خالد السويسي يبعد الكرة الأخيرة ثم محمد أمين العويشاوي تمشي لوليد يكن يلعب مع مراد المالكي 1-2 مقطوعة من أسامة السلامي بحذاها لسعد الورتاني واللعب المباشر لماهر عامر في شبه عزلة هذا اليوم. ماهر عامر مع إشارة أنه خالد بدر والعربي جابر متفطلين في أغلب الكرات والركنية الموالية للنادي الإفريقي تتتالى الركنيات بالنسبة لفريق السيد بيرترون مارشا. ومن جديد زاوية إضافية لفرصة أمين الطيف اللي أنهاها كمال زعيم. أسامة السلامي مرفوعة في القائم الأول هذه المرة. فرصة للإفريقي التصويب التصويبة من محمد أمين العويشاوي وركنية موالية. محمد أمين العويشاوي سجل 7 أهداف في الرابطة الثانية هذا الموسم مع جمعية أريانا قبل إمضاء العقد مع الإفريقي. مرفوعة من السلامي من جديد فرصة ضاعت على نفس اللعب. محمد أمين العويشاوي على الصورة من مواليد 82 سنة 82 صغيرة السن نوفل والإعادة تصويبته غير مؤثرة. الموسم الماضي كان في الرابطة الثانية مع جمعية أريانا ونفس الشيء هذا الموسم قبل إمضاء العقد مع النادي الإفريقي. تعود الكرة للترجي من مراد المالكي وثم ضربة مخالفة لمراد المالكي. هذه الإعادة وتدخل أنيس العمري تنفذ بسرعة وليد يكن مراد المالكي التوزيع أمين الطيف وماركوس يلمس أمين الطيف الكرة وضيع ضربة مرمى للنادي الإفريقي. هذه الإعادة توزيعها من مراد المالكي وأمين الطيف قبل ماركوس ضيع الكرة ضربة مرمى للنادي الإفريقي. يبقى أمين الطيف أفضل هداف في الرابطة المحترفة الأولى إلى حد الآن بعد ما تمكن من تعزيز رصيده أثر ضربة الجزاء اللي سجلها في توقيت 33 دقيقة لعب من الشوط الأول. يرفع رصيده إلى 13 هدف في ترتيب الهدافين. على ذكر أمين الطيف نوفل 13 هدف منهم 4 في مرحلة الإياب
سجل 4 مرات منذ بداية مرحلة الإياب، منهم 3 ضربات جزاء، يعني هذه ضربة الجزاء الثالثة كما هو شأن ضد جندوبة الرياضية والنادي الصفاقسي، هذا بالنسبة لمرحلة الإياب. بينما هي الخامسة للترجي ولأمين الطيف، و5 ضربات جزاء ناجحة إلى حد الآن في الرابطة لهدف الترجي وهدف البطولة أمين الطيف. ثم ضربة مخالفة للترجي والإنذار هذه المرة لمدافع الإفريقي بيير نيانكا. تعددت الإنذارات إلى حد الآن، بيير نيانكا الأسعد الورتاني في تشكيلة الإفريقي، وكمال زعيم وأمين الطيف في تشكيلة الترجي. كمال زعيم هو اللي مشي تولى التنفيذ. كمال زعيم يستعد لتنفيذ ضربة المخالفة تقريبا 25 متر عن مرمى الحارس علي بومنيجي. ينضم زياد البحايري. كمال زعيم يسدد على العارضة، يسدد مازالت أمين الطيف يعاود تسديد، وتدخل محمد علي الغرزول. تسديدة قوية جدا من كمال زعيم على القايم بيغتة الحارس علي بومنيجل. ننتظر الإعادة بينما الكرة ستعود بمخالفة للنادي الإفريقي. هذه الإعادة، كمال زعيم بالرجلة اليمنى على القايم قبل ما يتدخل أنيس العمري. على القايم كرة كمال زعيم وأمين الطيف في المتابعة، لكن ماركوس هو اللي ارتكب الخطأ. فرصة الهدف الثالث ضاعت على الترجي منذ قليل. ماركوس دو سانتوس، خالد السويسي، ترجع من بيير نيانكا، سيفل المحجوب، أسامة السلام يلعب الكرة مع أنيس العمري، وضغط من وليد ياكن، تمر أسامة السلام، التغطية من سيفل المحجوب، مردود ممتاز لمتوسط ميدان الترجي سيفل المحجوب إلى حد الآن. يربح مخالفة. هذه الإعادة، سيفل المحجوبي كان بين أنيس العمري وأسامة السلامي. ضربة المخالفة مشيت ولا تنفيذها، وليد ياكن يرفع كرة طويلة، أمين الطيف قابله بيير نيانكا، لأسعد الورتان في اتجاه أسامة السلام، يرجع لأنيس العمري مرفوعة في اتجاه أشرف الخلفاوي. حكم يقول ما ثماش تماس. ماهر عامر ويربح ضربة مخالفة، ضربة مخالفة ينفذها أشرف الخلفاوي في اتجاه محمد أمين العويشاوي، متابعة من خالد بدرة، وضربة مرمى للترجي الرياضي التونسي. محمد أمين العويشاوي خذا مكانه في هذا الشوط الثاني، مكان باب توري، بينما وسام بن يحيى خذا مكان نبيل المساوي. في المقابل مدرب الترجي خالد بن يحيى يواصل بنفس التشكيلة اللي بدأ بها المباراة، ولو أنه أحمد بن يحيى يستعد لأخذ مكانه في تشكيلة الترجي. أمين الطيف حاب يعمل مراوغة مقطوعة من وسام بن يحيى، فرانكو ليفير، زياد البحايري، البحايري، مراد المالكي، وتدخل بيير يانكا يخلي الأسبقية، والتماس للترجي في توقيت 18 دقيقة لعب. أمامنا أحمد بن يحيى يستعد حسني لأخذ مكانه كتغيير أول في تشكيلة الترجي الرياضي التونسي. أحمد بن يحيى اللي كان أساسي ذهابا ضد النادي الإفريقي. أشرف الخلفاوي، ثم بيير نيانكا الكامروني، طويلة للعويشاوي، يطلب الكرة معاه في الرواق أنيس العمري، وتدخل عربي جابر. السيد ميكائيل فاينر يقول رمي التماس للترجي. الترجي يذكر هذا 10 لقاء بطولة يلعبوا في رادس في ملعب المدينة الرياضية 7 نوفمبر. في 9 مقابلات ماضية في رادس الترجي فاز 6 مرات وتعادل في 3 مقابلات، يعني لم يعرف الهزيمة فوق هذا العشب في هذا الملعب. وذكر درة المتوسط، ملعب جميل وجميل جدا، وتحية كذلك
يعني كافة العاملين بالنسبة لهذا الملعب اللي يشغل في عناصر عديدة وعديدة. عملية الصيانة ما هي سهلة، ملعب كالعادة هو مرجع من بين أفضل ميادين كرة القدم في إفريقيا وفي العالم، يعني هذا ماهوش رأي شخصي أبدا. ملعب رادس وفرصة للإفريقي وتمشي 6 أمتار حسب مساعدة الحكم كان سعود محمد علي الغرزول، وهناك جدل حول هذه الكرة الأخيرة. أشرف الخلفاوي كان احتج لدى السيد فينر، وبطاقة صفراء، الورقة الصفراء لأشرف الخلفاوي بعد الاحتجاج إثر الكرة الأخيرة كان سعود محمد علي الغرزول. مرور 20 دقيقة في هذا الشوط الثاني، 2-0 للترجي. يضعف التماس خالد السويسي، انخفض الإيقاع في هذه الفترة بالذات من اللقاء. ترجي طبيعي يحاول يحافظ على الأسبقية مع اعتماد الكرات الثابتة، كما شاهدنا تصويبة كمال زعيم على القائم منذ قليل. مسعد الورتاني لأشرف الخلفاوي، مقطوعة من زياد البحيري، اللعب متقطع حاليا. ثم خالد السويسي في تنفيذ التماس، ثم وسام بن يحيى منقولة لأنيس العمري، يلعب مع السلامي ومعاه كمال زعيم في الضغط. وسام بن يحيى ذكية لسعد الورتاني، تبادل الكرة السريع من عناصر الإفريقي تنتهي على ماهر عامر، التوزيعة في القائمة الثانية طويلة طويلة، توزيعة ماهر عامر الفكرة كانت طيبة في اتجاه محمد أمين العويشاوي على الصورة، يحاول يدفع هجوم الإفريقي منذ دخوله منذ قليل العويشاوي تعويذا لنبيل المساوي. مراد المالكي معها نيس العمري، ومساعد الحكم يشير الى تماس للترجي الرياضي. وليد ياكل طويله، هناك ماركوس دو سانتوس، لم نشاهد كثيرا المهاجم البرازيلي هذا اليوم. ماركوس ستة أمتار، علي بومنيجي، كما قلنا على ذكر علي بومنيجي ربط لا محالة مع تربص المنتخب اللي ينطلق هذا اليوم انطلاقا من المقر الاعتيادي للفريق الوطني يعني مدينة الحمامات. طويلة من خالد السويسي بعيدة عن مرمى حمدي القسراوي، باستثناء كورتين حمدي القسراوي هذا اليوم على الاقل الى حد الان نوفل ما كانتش امامه كرات صعيبه. كره اولى من اسامه السلامي، ثم الثانيه نجم نقول قضى امسيه مريحه نسبيا على عكس ما هو معتاد في الدربيات في مباريات الاجوار. امر ايجابي هو انه جماهير النادي الافريقي يعني تصبر مع الفريق وترد الفعل بطريقه رياضيه على الرغم من الهزيمه، وهذا محبذ نشجعوه في ملاعبنا، مع انه تبقى ديما رياضه وكره قدم. فرصه فرصه محمد امين العويشاوي، ويبعد الخطر زياد البحيري، ما هي الا مباراه كره قدم طبعا. أسامة السلامي على الصورة، 20 دقيقة عن نهاية المباراة، مباراة الجولة السابعة إياب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. أذكر أنه بالنسبة للجولة القادمة تتلعب بين 5 و9 مارس، الترجي يلعب في المرسى أمام نجم حق الوطن الكرم يوم الأحد 5 مارس،
والإفريقي في لقاء قمة كذلك ثاني يجمع بالنادي الصفاقسي مبرمج يوم الأربعاء 8 مارس باعتبار انتسابات النادي الصفاقسي في رابة الأبطال. كرة ترجع للنادي الإفريقي بتماس من أنيس العمري وتدخل سيف الله المحشوبي أو ضربة مخالفة تنفذ بسرعة من أسامة السلامي. وسام بن يحيى يرجع فرانك أوليفي وثم رفع رجل ضربة مخالفة والإنذار. الإنذار ضد متوسط ميدان الترجي فرانك أوليفي هو الثالث في تشكيلة الترجي بعد أمين الطيف وكمال زعيم. 6 إنذارات استعملها إلى حد الآن الحكم الألماني ميكائيل فاينا. أشرف الخلفاوي يلعب قصيرة مع الأسعد الورداني. الأسعد الورداني مرفوع ماهر عامر وحمدي القسراوي. ترجع بسرعة من حمدي القسراوي ماركوس قبله بيير يانكا. بيير يانكا يرفع كرة طويلة ترجع من وليد ياكن مراد المالكي. ما تمرش الكرة يا خو بيير يانكا وضربة مخالفة ضد أنيس العمري. ضربة مخالفة ضد أنيس العمري هاي الإعادة. تدخل من المدافع أنيس العمري. سيف الله المحشوبي هو اللي بشي تولى تنفيذ ضربة المخالفة للترجي. بينما أدركنا دقيقة 71 للمباراة دائما التقدم للترجي بهدفين لصفر. تنفذ من خالد بدر في اتجاه أمين الطيف متابعة من خالد السويسي. أمين الطيف مازال يحافظ على كورته يتدخل وسام بن يحيى. خو فرانك أوليفي يلعب الماركوس ترجع لفرانك أوليفي ثم كمال زعيم يطلب الكرة التوزيع من أوليفي والتدخل من بيير يانكا. أشرف الخلفاوي يلعب كرة قصيرة في اتجاه الأسعد الورداني بداية هجوم للنادي الإفريقي يطلب أنيس العامري في الرواق عودة وليد ياكن. أنيس العامري أنيس العامري كجناح متابع دائما من وليد ياكن والأسبقية ليكن. ترجع كرة للترجي كمال زعي 3-6 في دفاع النادي الإفريقي. خير رجوع لمراد المالكي. مراد المالكي سيف الله المحجوب وليد ياكن يرجع للمحور خالد بدرة. خالد بدرة والضغط من ماهر عامر عربي جابر إلى حارس مرمى حمدي القسراوي. العربي جابر والضغط من أسامة السلام مرفوعة من حمدي القسراوي في اتجاه وليد ياكن. وليد ياكن ترويض خاطئ. حوار مع أشرف الخلفاوي ترجع من وليد ياكن ما ثمش مخالفة. مراد المالكي سيف الله المحجوبي لفرانك أوليفي ثم البحاري يسعد في اليسار. زياد البحاري توصل الكور. زياد البحاري مازال يحافظ على كورته متابع من محمد أمين العويشاوي. يرجع للمساندة التوزيع ترجع من محمد علي الغرزور. وسام بن يحيى قبله أمين الطيف وضربة مخالفة للترجي الرياضي التونسي. حوار كان بين وسام بن يحيى وأمين الطيف وتدخل الحكم ميكائيل فاينا يعلن عن ضربة مخالفة للترجي الرياضي التونسي. هذه الإعادة للحوار الأخير بين وسام بن يحيى وأمين الطيف. كمال زعيم كالعادة في تنفيذ الكرة الثابتة للترجي. ثم تغيير أول في تشكيلة الترجي. أحمد بن يحيى ياخذ مكان أمين الطيف. أحمد بن يحيى كان أساسي في مباراة الذهاب حسني ضد نفس هذا المنافس النادي الإفريقي ياخذ مكان صاحب الهدف الثاني أمين الطيف. هو التغيير الأول في تشكيلة الترجي الذي توصي. بينما الكرة بضربة مخالفة للترجي تنفذ من كمال زعيم ترجع من محمد علي الغرزول توصل لأحمد بن يحيى أمام وسام بن يحيى. أحمد بن يحيى يعمل مراوغة أولى مقطوعة من وسام بن يحيى الأسعد الورتاني والتماس للترجي. كانت تمريرة في اتجاه وسام بن يحيى لكن الكرة خارج الميدان. رمي التماس للترجي. زياد البحيري هو اللي مشيت ولا التنفيذ.
زياد البحيري، تماس طويل داخل مناطق جزاء النادي الافريقي، محمد علي الغرزون ثم حارس علي بومنيجن، كرة بسرعة في اتجاه محمد أمين العويشاوي بين العربي جابر، التغطية من وليد يكن، يرجع الحارس مرمي حمدي القصراوي، ترجع من حمدي القصراوي ثم الغرزول قبله ماركوس ثم بيير نيانكا، ترجع كرة ماهر عامر قبله خالد بدرة في اتجاه أحمد بن يحيى متابعة من خالد السويس، زياد البحيري، زياد البحيري، فرانك أوليفي يعمل مراوغة والكرة في التماس، رمي التماس للنادي الإفريقي، خالد السويسي في اتجاه أشرف الخلفاوي، خلفاوي أسامة السلامي، كرة مخطة في اتجاه الورداني توصل لأنيس العمري، أنيس العمري، التوزيع ماهر عامر وتسديدة ضعيفة سهلة بالنسبة للحارس حمدي القصراوي بعد البداية القوية لهجوم النادي الإفريقي، هذه كرة مخطة مرفوعة من وسام بن يحيى ومرة أخرى حمدي القصراوي، قلت بعد البداية القوية لهجوم النادي الإفريقي مع انطلاق الشوط الثاني وبعد التحويرات اللي عملها المدرب برترون مارشون من خلال إقحام أمين العويشاوي وكذلك وسام بن يحيى، عودة انخفاض نسق المباراة والإيقاع قبل تقريبا ربع ساعة من نهاية حوار النادي الإفريقي والترجي، والأسبقية دائما للترجي بهدفين لصفر سجلاهما سيف الله المحجوبي في دقيقة 28 وأمين الطيف في دقيقة 33 دائما في الشوط الأول إثر ضربة جزاء. فعلا نتيجة الشوط الأول هي نتيجة المباراة إلى حد الآن، خالد بدرة على الكرة، هجوم الترجي يصبح فيه ماركوس وكذلك مراد المالكي اللي يتقدم بعد إخراج جميل الطيف، أحمد بن يحيى يمشي للجهة اليسرى متاع خط الوسط، هذا بالنسبة لإعادة توزيع الأدوار، أشرف الخلفاوي يحاول يعدي وفما تغطية من سيف الله المحجوبي، من بين الاكتشافات السارة في الترجي سيف الله المحجوبي هذا الموسم، لعب 14 مرة كأساسي في هذه البطولة، كذلك عربي جابر اللي منتظم المردود مرفوعة من أسامة السلامي وتعود من وليد يكن وطويلة، ثم خالد السويسي في التغطية قبل ماركوس، لسعد الورتاني طويلة للعويشاوي ثم صعود أشرف الخلفاوي وهناك صافرة من السيد ميكائيل فاينر، خالد بدرة منقولة للجهة اليسار، زياد البحايري، فرانك أوليفي يلعب مع أحمد بن يحيى باعتبار تواجد مراد المالكي على اليمين، أحمد بن يحيى ينتقل إلى الجهة اليسرى على الصورة، من مواليد ماي 85 21 عام فقط بالنسبة لهذا اللاعب، زياد البحايري اختيار التوزيع ثم بيير نيانكا سحب اللمسة الرأسية الأخيرة، طويلة من السلامي، كرة بين بدرة وماهر عامر، حمدي القصراوي أخف الأضرار بالنسبة لي هي ضعف الركنين، كان هناك شك بين حمدي القصراوي وجون جاك تيزيه إلى حين الحصة التدريبية الأخيرة للترجي، في آخر لحظة المدرب خالد بن يحيى اختار حمدي القصراوي في المرمى، مرفوعة من السلامي والقصراوي، رجع الكرة من حارس الترجي طويلة، خالد السويسي قبل أحمد بن يحيى، على غرار مباراة 25 سبتمبر 2005 الترجي أحسن التعامل مع أحداث هذا اللقاء والتسجيل إثر كرات ثابتة سواء بالنسبة للهدف الأول أو الثاني، كمال سعيم، كمال سعيم مع أشرف الخلفاوي، سعيم
وهناك 6 أمتار للنادي الإفريقي. علي بومنيجر يلعب بسرعة مع أنيس العمري باليسار، الانتقال بسرعة من الدفاع إلى الهجوم، لكن قبل عويشاوي رأسية العربي جابر. بين مفاتيح اللعب لدى الترجي هذا اليوم العربي جابر من خلال تدخلاته الموفقة، الاستماتة في الكرات العالية كذلك. سفن المحجوب 10 دقائق عن نهاية المباراة. هناك ماركوس والمالكي في الهجوم ورفع راية من مساعد الحكم السيد جيدو فينكمان، إشارة لوجود تسلل ضد الترجي. فمن لاعب رقم 24 محمد الحاج علي قد يكون التغيير الثالث لبرتران مارشان بعد إقحام وسام بن يحيى محمد أمين العويشاوي في الدقيقة 51. خالد السويسي يلعب مع وسام بن يحيى لسعد الورتاني. لسعد الورتاني لمس كرات عديدة هذا اليوم. أنيس العمري مرفوعة وهناك لمسيت ضربة حرة للنادي الإفريقي. نشاط الورتاني والسلامي لم يكفي لخلق الفرص السانحة أمام مرمى القسراوي اللي يشير إلى الحائط. يصير التغيير، ماهر عامر يترك مكانه لمحمد الحاج علي. الهجوم اللي بدا اللقاء يعني ماهر عامر والميساوي خارج الميدان حاليا، تم تعويضهم. أسامة سلامي ثم باليسار أنيس العمري يلقى فرانكو ليفي، ثم استلام الكرة من أحمد بن يحيى اللي يمشي لليمين يلعب مع ماركوس، ثم فرانكو ليفي. فرانكو ليفي لأحمد بن يحيى، هناك تغطية من أنيس العمري، خطأ ضد لاعب الترجي اللي استعمل يديه أحمد بن يحيى، وتفاعل جماهير الترجي مع الأسبقية مع 2-0. مذكر بإمضاء المحجوبي والطيف، تعود من عربي جابر، هناك مخالفة كالعادة. السيد ميكائيل فاينر قريب من كل الكرات وهذا يمكنه من إسناد المخالفات براحة عندما يكون الحكم قريب من اللاعبين ومن الكرة بالخصوص. أشرف الخلفاوي ومعه أسامة سلامي في تنفيذ المخالفة. 56 مخالفة إلى حد الآن حسب الزملاء في الإعلامية في لقاء الأجواء. قد تكون يسارية من السلامي فعلا. التصويب، التصويبة من أسامة سلامي مرت جانبية، كادت تأتي بالجديد. كرة أسامة سلامي هذا اليوم أظهر خطورة في زوز كرات بالخصوص، واحدة في الشوط الأول في الدقيقة 23 وهذه الثانية. كرة باش ترجع برمي التماس للنادي الإفريقي. خالد السويسي يلعب مع وسام بن يحيى، والتغطية من زياد البحيري وضربة مخالفة للترجي. زياد البحيري هو اللي باش يتولى التنفيذ، يخلي الكرة لخالد بدرة. بدينا نقتربوا من نهاية الوقت الأصلي في مباراة النادي الإفريقي والترجي. 84 دقيقة لعب، 6 دقائق تفصلنا عن نهاية الوقت الأصلي للمباراة، والتغيير الثاني سيتم بعد قليل في تشكيلة الترجي. وليد التايب ياخو مكان كمال زعيم. المنتدب من نجم حلقة وادو الكرم نوفل وليد التايب، شارك 8 دقائق ضد مستقبل مرسى يوم الأحد الماضي، أول ظهور ليه مع الترجي، وهذا ثاني لقاء أو ثاني مشاركة بالنسبة لوليد التايب.
تنفذ ضربة المخالفة في اتجاه وليد التايب، قبله محمد علي الغرزول، كرة طويلة أمين العويشاوي، قبله خالد بدرة، المالكي لفرانك أوليفي في اتجاه أحمد بن يحيى، ومتابعة من خالد السويسي، تغطية على الكرة توصل الحارس مرمية علي بومنيجل، مرفوعة من علي بومنيجل أشرف الخلفاوي، قبله زياد البحايري في اتجاه أحمد بن يحيى، فرانك أوليفي، خالد السويسي، ثم الأسعد الورتاني، وسام بن يحيى، وسام بن يحيى يرفع الكرة أسامة السلامي لكن مقطوعة من وليد التايب، يا أخوها مراد المالكي، وليد يكن، مراد المالكي، وليد يكن، والضغط من محمد الحاج علي، خذا مكان ماهر عامر منذ تقريبا خمسة دقائق، ترجع من حمدي القصراوي، وليد يكن، أشرف الخلفاوي، مقطوعة من فرانك أوليفي، مراد المالكي، من صيفلة المحشوبي، ميلا في الرواق، وليد التايب، متابعة من بيير نيانكا، وليد التايب يحاول المرور، وليد التايب، ثلاثة لاعبين من النادي الإفريقي وتفتك الكرة، يا أخوها مراد المالكي، مراد المالكي، التوزيع تصطدم ببيير نيانكا والركنية، ضربة ركنية للترجي أمامنا مدافع النادي الإفريقي الكامروني بيير نيانكا. صاحب التدخل الاخير مع مراد المالكي، هاي الاعاده، وليد التايب، ثم تتوصل عمليه لتجيب الركنيه، تنفذ لكن متفتن اسامه السلام، الاسعد الورتاني، خرج الكره من مناطق الافريقي، محمد الحاج علي، متابعه من العربي جابر، وثم رفع رجل، ضربه مخالفه للنادي الافريقي، الاسعد الورتاني هو اللي مشي يتولى التنفيذ، اشرف الخلفاوي، الأسعد الورتاني، أسامة السلامي، أشرف الخلفاوي، خلفاوي، كرة مخطئة وثم مخالفة من مراد المالكي، أشرف الخلفاوي هو اللي باش يتولى التنفيذ، خلفاوي سيرة مع الأسعد الورتاني، أسامة السلامي، أسامة السلامي، التوزيع في محور دفاع الترجي، ترجع من وليد يكن، ثم مراد المالكي لفرانك أوليفي، توصل وليد يكن، وليد يكن وبداية هجوم للترجي، ثم وليد التايب، وليد يكن، توصل وليد التايب، يرجع الوليد يكن وأمامه بيير نيانكا، متفتن أنيس العمري يقطع الكرة، الأسعد الورتان، كرة طويلة في اتجاه محمد أمين العويشاوي، أسامة السلام، أسامة السلامي بيير نيانكا يتقدم مع اقترابنا من نهاية المباراة، بيير نيانكا كجناح، التوزيع تصطدم بمراد المالكي والتماس للنادي الافريقي، بيير نيانكا يلعب كرة طويلة في مناطق الترجي، ترجع من خالد بدر، يا اخوة محمد الحاج علي، أسامة السلام، أسامة السلام يرفع الكرة، تعود من أحمد بن يحيى مرة أولى، يا اخوة وسام بن يحيى، وسام بن يحيى، التوزيع وتصطدم بزياد البحايري، رمي التماس للنادي الافريقي، خالد السويسي هو اللي مشي يتولى التنفيذ، خالد السويسي يلعب الكره مع وسام بن يحيى، وسام بن يحيى تمر اشرف الخلفاوي وتدخل سيف الله المحجوبي قبل التماس، يا اخو احمد بن يحيى ولا حكم المساعده الثاني تورستن شيفنا يمنح رمي التماس للنادي الافريقي، خالد السويسي هو اللي مشي يتولى تنفيذ التماس، تماس طويل داخل منطقة الجزاء، اشرف الخلفاوي قبله سيف الله المحجوب، يا خو اسامة السلامي، التوزيع وحارس الترجي حمدي القصراوي قبل دقيقة حسني من نهاية الوقت الأصلي للمباراة، الترجي في طريقه لتسجيل الانتصار رقم 39 في مباريات الأجوار بعد تقدمه بهدفين لصفر منذ الشوط الأول، وسادس انتصار للترجي في سبع مقابلات في مرحلة الأياب. أحمد بن يحيى، مقطوعة من بيير نيانكا اللي على امتداد الساعة والنصف كان في مهمة دفاعية 100%، بيير نيانكا ما شاهدناهوش إعادة في الهجوم، أشرف الخلفاوي
يرجع من التماس لوسام بن يحيى. يتم اعتماد 3 دقائق كوقت بديل بعد رفع اللوحة الإلكترونية من الحكم الرابع سيد قاسم بن ناصر. بالنسبة للنادي الإفريقي أكيد كما قال السيد برتران مارشان اللي عوض كمال الشبلي على رأس الإطار الفني للإفريقي، فريق بصدد التكوين، فريق للمستقبل بعد رحيل درامان تراوري للوكوموتيف موسكو، غيابات السليتي وكذلك نكشر وبقية اللاعبين على الأقل مقارنة بلقاء الذهاب. هذه كرة لفرانك أوليفي في منطقة 18 متر معها بيير نيانكا. فرانك أوليفي فرصة هدف ثالث، فرصة هدف ثالث، وعلي بومنيجل، علي بومنيجل ينقذ الموقف في الكرة الأخيرة وينقذ الإفريقي من هدف ثالث في الوقت البديل. كان عمل تمهيدي طيب من فرانك أوليفي لماركوس دو سانتوس، تصويبته باليمين تلقى الحارس التونسي علي بومنيجل، بعد على بيير نيانكا فرانك أوليفي بمراوغة ذكية، ثم لمسة لماركوس دو سانتوس. ماركوس البرازيلي الحاضر الغائب هذا اليوم المتعود على التألق مع الترجي في الدربيات، ماركوس ترك المجال لسيفان المحجوبي ولأمين الطيف كذلك، وإمكانية تغيير ثالث بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. النيجيري ميكائيل إنيرامو سيأخذ مكانه في التشكيلة. قلنا بالنسبة للإفريقي تجديد حاصل في كامل الخطوط، أكيد يلزم شوية وقت وهذا ما أكد المدرب برتران مارشان. كرة طيبة لمحمد أمين العويشاوي والتغطية سريعة من زياد البحايل، هو المتأكد دربي مدينة تونس رقم 100 دار في ظروف طيبة بروح رياضية من الجانبين وهذا مهم جدا من الجماهير كذلك. والتغيير فعلا ماركوس دو سانتوس يترك مكانه للنيجيري ميكائيل إنيرامو، باش يبقى 30 ثانية تقريبا اللاعب النيجيري للترجي الرياضي التونسي، كان في إعارة ويعود للترجي. مرفوعة من التماس ثم ركنية، صعود محمد علي الغرزول كذلك لسعد الورتاني. 7 لاعبين من الإفريقي في منطقة ترجي. أسامة سلامي مرفوعة رأسية، فرصة هدف والهدف 2-1 النادي الإفريقي يذن النتيجة 2-1 في الوقت البديل بعد ركنية من أسامة سلامي وصعود في القائم الأول من محمد علي غرزول. يسعد باستمرار المدافع، هذا هو رأسية محمد علي الغرزول تمشي إلى القائم وتنتهي في شباك حمد القسراوي. كان خطير كذلك ضد الملعب التونسي محمد علي الغرزول، وسجل هذا اليوم ونهاية المباراة فوز الترجي 2-1 على النادي الإفريقي. شكرا على المتابعة، نعود لاستوديو التحليل مع عبد الرحمن العش وضيفيه عبد المجيد بن مراد ولطفي المحايسي. لكم تحيات حسني الزغطوطي ونوف الباشي. شكرا لك حسني ونوف. الهدف ما بعد الوقت البديل لطفي، هذا ما نجمه نستنتجوه بالنسبه للشوط الثاني من هذه المباراه. كره ثابته اخرى وهدف ثالث في هذه المباراه، ضربه جزاء مخالفه في الشوط الاول وركنيه وغرزول على مستوى القائم الاول يذل الفارق للنادي الافريقي.